السلام عليكم، معكم طاء الفائز بلقب احسن باتشيسري الموسم الرابع 2024. تابعونا على قناة فنانة. مجال ديال الباتشيسري بديتو عن طريق الاخت ديالي، هي اللي كانت سبقتني للدومين. في الوقيته ديال كورونا كنت ندخل معها الكوزينه باش نعاونها. وليت تنبغي داك الدومين بزاف، حيت بحد ذاته فن، وانا كنت ديجا كندير لو ديفيزيال و شي حاجه زوينه بزاف. و تنهدي هذا اللقب لروح الاب ديالي الله يرحمه. الفكره ديالي باش نشارك في البرنامج، كنت متبع المواسم اللي قبل، وكنت متبع الامبي ديال فرنسا هي الاولى. ومنين جا المغرب فرحت بزاف وقلت ما نشاركش، نكون مستعد مزيان باش ما نمشيش باش نمشي ونحاول نكون من لي فيناليست. والحمد لله تحقق لي الحلم ديالي اللي ما كنتش نحلم به. كنت نقول على الاقل اكثر حاجه نقدر نوصل ليها هي نوصل للفينال. والحمد لله مع النصائح ديال الشيف اسامه والشيف امال اللي تيكونوا بزاف في الكواليس، اللي ماشي شاهدهمش المشاهد. الحمد لله بالنصائح ديالهم تمكنت من الفوز باللقب، وانا فرحان بزاف. كنت دفعت لهم على عن طريق الواتساب، ومن بعد دازت يومين عيطوا لي الكاستينغ. قالوا لي غتجيب كيك ديزاين، وديت كيك ديزاين وعجبهم بزاف حيت قالوا لي غتخليه، ما غديش هادشي اللي بقى غتخليه. وانا كنت عارفهم بانهم غيعيطوا لي التيستينغ، وداكشي اللي وقع عيطوا لي وعطاونا ساعتين باش نصايبو كاطو. وكنت متمكن بزاف وساليت الكاطو قبل الوقت، وكنت عاونت الصديقه اميمه، من ساليش عاونت اميمه اللي كانت معايا اللي كتسكن في الرباط. والحمد لله من بعد جيش وبقيت كنتسنى واش غيعيطوا ولا لا، واش غيعيطوا. كان عندي امال كبير بانهم غيعيطوا ليا، والحمد لله ربي ما خيبنيش وعيطوا ليا. ومشيت فرحان بزاف وجدت راسي وجدت كلشي باش نمشي ان شاء الله ونجيب اللقب. والحمد لله هادشي اللي كان. ردت الفعل ديال الام ديالي، كانت كتقول لي سير وحتى عقلك ما تعصب، شوي بشوي عليك وان شاء الله ما غيكون غير الخير. والحمد لله برداتها وديما كانت كتعيط ليا بالليل وكتدعي معايا وكتقول لي ربي ما يخيبكش. والحمد لله وهذا الشيء تحقق الحمد لله. اول مره غادي نوصل الاكاديميه كانت اجواء زوينه، كنا خوت كاملين، كنا شنضحكوا بزاف. الاجواء زوينه بزاف، الناس تيتعاملوا مزيان من الصغير حتى الكبير. كان واحد الاجواء اللي زويونه، وتنشكرهم من هذا المنبر بزاف. يعني ما كانوش يبخلوا عنا حتى شي حاجه، واي حاجه بغينا كانوا تيوفروا لنا. والحمد لله كلشي داز مزيان وتنشكرهم. ستريس في لي برايم كانوا صعابين بزاف، بالاخص ما مولفش الكاميرا وجورناليست وانت خدام والوقت ما كافيش والضغط، كانت شويه صعيبه. واصعب برايم داز عندي هو البرايم الثالث اللي تفكرت فيه الاب ديالي الله يرحمه بواحد الكاطو. كنت بكيت بزاف كثر من اللي داك الشويه اللي كنت بنت في التلفازه. بقى فيا الحال بزاف والحمد لله، والله يرحمه في هاد النهار هذا واش نهدي لي هاد اللقب. بالنسبه للتوقيت اللي تيعطيونا تيكون هو هذاك، ما تيزيدونا والو. يقدروا يزيدونا الا كان عندنا الاشهار، يعني كل واحد تيكون عنده اشهار في تقريبا في الوقيته ديال البرنامج كامله. كل واحد تيكون عنده اشهار، تيشدوا لك الوقت ديال داك الاشهار شحال غدير فيه، من بعد تيزيدوا لك شي حاجه اخرى ما كايناش. بالنسبه للمشاركين اللي كنت قريب لهم بزاف، كان اسامه من سلا، وكانت اميمه مرباط ومهدي مرباط. الشعور ديالي ملي سمعت الاسم ديالي بانني انا الفائز باللقب 2024، يعني كنت دخش ما عرفتش واش نبكي ولا نضحك. واحد الخلعه بزاف، ما واحد الشعور ما حسيت به في حياتي كامله. والحمد لله ربي جاب التيسير.
ان شاء الله الطموح ديالي مورا البرنامج ان شاء الله، علاش لا ندير البروجي ديالي ان شاء الله. ما كرهتش في مدينة سلا ان شاء الله، و يا ربي تسهل عليا و شي يسر لي الامور. تنهدي هاد اللقب هذا لمدينة سلا والناس ديال حيمولي اسماعيل والعائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة وكاع اللي تيشجعني من سلا او خارج سلا، تنشكرهم بزاف وانا فرحان بزاف. لي ميساج اللي جاوني البارح وهاد الايامات ديال المسابقة كاملة كانوا ميساجات اللي زوينين بزاف، وتنشكركم وتنتمنى نكون خفيف عليكم.